السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا جميع بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم كيفاش كنعرف القناه ديالي واش كتحتوي على هذه الكوبي رايت، بمعنى حقوق الطبع والنشر. يعني واحد لا فيديو درتي ودرتي فيه شي موسيقى او لا سجلتي فيديو، يعني بحال ديال شي فيديو ديال شي حد اخر، اولا درتي موسيقى كتحتوي على حقوق الطبع والنشر اللي هو الكوبي رايت. كيفاش كندير نعرفها؟ كيفاش انني ملي كتلوحي فيديو كتمشي تحققي من لي فيديو اللي لحتي واش فيهم الكوبي رايت ولا لا؟ اول حاجه كنمشي لهنا ستوديو تيوب، يوتيوب ستوديو، كتكليكي عليها تمشي لهنا لي فيديو، كيخرجوا لك لي فيديو ديالك بحال هكا. لي فيديو اللي درتي كي كتشوف انا لي فيديو اللي درتها هما، كتجي هنا زعما علاني زعما واش بوبليك زعما كاينه هنا. ها هي ما من قيود مفروضه، انا حوجت بالعربيه باش كلشي يعرف. هنا عاوتاني عندنا ما من قيود مفروضه، نهبطوا عاوتاني نهبطوا بحال هكا لي فيديو كاملين اللي عندي ما فيهم ما من قيود مفروضه. الا كانت عندك فيه الكوبي رايت كيطلعوا لك هنا بلاصه ما من قيود مفروضه، كيطلعوا لك هذا الفيديو يحتوي على قيود مفروضه. حيت كانت انا واحد النهار لحقت واحد الفيديو طلعت لي فيه الكوبي رايت، ما عقلتش بالضبط شنو كتبوا لي، مي كيكتبوش لك هنا ما من قيود. هذا ما من قيود مفروضه اللي هو انا زعما الفيديو ديالك ديالك ما فيهش كوبي رايت. اما الا كان فيه كوبي رايت كيكتبوا لك هنا بلي راه الفيديو راه فيه قيود، راه ديال شي حد خصك هو دابا الكوبي رايت عفوا الكوبي رايت انتي غير ما كتربحيش منه وصافي. ملي كديري فيديو كتلوحو مول داك الموسيقى اللي درتي هو اللي كيستافد من الارباح، اما الارباح انتي ما كتستافديش منه. يعني الفيديو كل ما طلع في لي في كيربح داك لي في كيربحهم هذاك مول الموسيقى ولا مول الكوبي رايت، فهمتوا؟ اما انتي اولا انت راه ما كتستافديش من داك الارباح، فمن الاحسن حيد. يعني اللي ما عنده سوق كتخليه شي لاخر كيربح منه، اللي باغا انا ما يربحش من شي حد اخر كتحيد الفيديو. صافي هادشي اللي حاجه اخرى عاوتاني واللي هي كيفاش كنخبي لي زابوني ديالي، شحال من العدد المشتركين اللي عندي، ما بغيتش الناس يعرفوا شحال من ابوني وصلت، كيفاش كنخبيهم؟ نفس القضيه كنمشيو اليوتيوب ستوديو او الاستوديو شي الاعدادات بارامتر، هو هذا كتخرج ليا هاد الواجهه هادي، كنكليكي على القناه كيعطيوني هنا غادي ندير الاعدادات المتقدمه وغادي نهبط لتحت، كيعطوك هنا عرض عدد المشتركين في قناتي. انا مخبيهم كش عطوني عرض، انا بينتهم. ملي كديري هكا راه المشتركين ديالك كيبانوا، ملي كتحيدي هذا المربع الاسود ما كيبقاوش المشتركين ديالك يبانوا في القناه ديالك. هادشي اللي كاين، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا. بالنسبه للناس اللي كانوا كيقولوا لي في البريفي ورينا كيفاش كديري هكا وكيفاش هادي كيفاش هادي، فهنا شاركت معكم هذا الفيديو. نتمنى انه يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، وشكرا لكم. ما تنساوش تخلوا لي واحد الابوني، الناس اللي جداد في القناه مرحبا بكم عندي في القناه، شاركوا في القناه وفعلوا جرس باش ديما تبقاو توصلوا بجديد. والناس اللي معايا ديما كنشكركم بزاف، راه بكم حنا غاديين، بكم انا غاده، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وصافي هادشي اللي كاين، بوك العواش مره اخرى، السلام عليكم.